نبذة تعريفية عن كل وظيفة وأهدافها، ثم أيضا أخذنا نبذة تعريفية عن وظائف الإدارة، ثم عرفنا العلاقة بين وظائف الإدارة ووظائف ماذا؟ المنظمة، وقلنا أن وظائف الإدارة وظائف المنظمة تعمل بكل متكامل على استغلال موارد المنظمة من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية، وأخذنا مجموعة من أهداف المنظمة المختلفة، وقلنا أن هذه المنظمة لا يمكن أن تعمل في معزل عن البيئة، فالبيئة تؤثر وتتأثر بالمنظمة. أخذنا أيضا مهارة المديرين، أخذنا مهارات تصنيف كاتز، المهارة الفنية والمهارة الإنسانية والمهارة الفكرية، ثم أخذنا مستويات الإدارة أو أنواع المديرين، هي نفسها إدارة عليا وإدارة وسطى وإدارة إشرافية مباشرة، سميها ما شئت. أخذنا أهمية الإدارة، أخذنا مجالات الإدارة وعلاقة الإدارة بالعلوم الأخرى، ثم انطلقنا المحاضرة الماضية اللي أخذناها بالأمس وهي البيئة، أخذنا البيئة، بيئة المنظمة كما قلنا تعتبر من الموضوعات المهمة التي يجب على ذي إدارة الأعمال أن يكون على علم وعلى دراية بالبيئة ومكوناتها المختلفة وكيف تؤثر في المنظمة وتأثر المنظمة بهذه البيئة. أخذنا كيف يكون ردة فعل المنظمة تجاه التغيرات التي تحصل في هذه البيئة بمختلف مكوناتها، سواء البيئة العامة أو البيئة الخاصة أو البيئة الداخلية للمنظمة. كما قلنا هنا عدة ردود فعل المنظمة، في حاجة اسمها الرد الاستراتيجي، في حاجة اسمها الاستيلاء والاندماج، في حاجة وهكذا. طيب أخذنا أيضا تحليل سواق وسوق اللي وازن بين نقاط القوة والضعف والفرص التغيير، وقلنا نحن ندرس البيئة الداخلية لنتعرف على نقاط القوة وعرفنا مكونات البيئة الداخلية، وهناك عدة مداخل لتحديث مكونات البيئة الداخلية، في مدخل يركز على الموارد في دراسة البيئة الداخلية، ومدخل يركز على وظائف ماذا؟ المنظمة، سواء هذه أو تلك يعني هي كلها تعبر عن بيئة المنظمة الداخلية. وقلنا نحن ندرس هذه المكونات مختلف أنواعها من أجل نتعرف على نقاط القوة فنقويها ونقاط الضعف فنحاول كيف نتلافها. البيئة الخارجية شقيها العامة والخاصة، العامة قلنا تتكون من المحيطات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وقوانين التشريعات والاجتماعية والتكنولوجيا أيضا. خذ تفضل. قلنا في هناك خصوصية البيئة العامة أنها تؤثر على كل المنظمات بنسبة واضح؟ على عكس البيئة الخاصة أو على عكس البيئة الداخلية، مثلا في البيئة الداخلية قد تكون عندي أنا مكونات البيئة الداخلية تمثل لي نقاط ضعف، لكن عند غيري قد تكون عندي نقاط قوة. قد تكون عندي أنا مشاكل بالموارد المالية ولا بالموارد البشرية والموارد المادية، لكن غيري قد يكون تأثيرها يختلف من منظمة أخرى. لكن مكونات البيئة العامة ما تتجاوزها أي منظمة، كبيرة، صغيرة، متوسطة، عامة، خاصة، أيا كانت. يعني حصل ركود اقتصادي بيأثر على كل القطاعات وعلى كل المنظمات. حصل حاجة انهيار في النظام السياسي بيأثر على الكل. ما فيش منظومة قوانين ولا في ضعف في تطبيق هذه القوانين بيأثر على كل المنظمات، واضح؟ في حين البيئة الخاصة اللي قلنا مكوناتها هي كانت لا البيئة الخارجية الخاصة المنافسين الموزعين داخل العملاء يعتبر من أهم عناصر البيئة الخارجية الخاصة العملاء، ثم العملاء الزبائن المستهلكين، وأحيانا عملاء مفهوم إداري، مستهلكين مفهوم تسويقي، زبائن أحيانا واضح اتحادات المخابرات العمالية نعم أيضا اتحادات المخابرات العمالية أيضا ضمن مكونات البيئة الخاصة. عرفنا كيف يصير من هذه المكونات سواء البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية العامة والخاصة، كيف يصير منها الداخلية نقاط قوة ونقاط ضعف، والخارجية كيف يصير منها فرص وتهديدات، واجتهدنا سويا كيف نعمل موائمة ما بين نقاط القوة مثلا والفرص أشياء استراتيجية مناسبة، وما بين لو كان عندي ضعف وعندي تهديد خارجية أي ولا صياغة استراتيجية المنظمة بشكل خاص تحتاج إلى خبراء في مجال الاستراتيجية
احيانا قد لا يكون الدكاتره في الجامعه قد لا يكون عندك خبره كافيه في الصف الساتيه. تحتاج ناس عندهم نيران وممارسه وتطبيق وخبره كذا كذا في عمل السيارات، لكن فاهمين يعني قولاتها وابعادها ويعني السيارات الى حد ما، لكن السيارات قد تحتاج لها الى ناس قد هم متمكنين من السيارات هذه الاسره. طيب امتداد نفس الموضوع، اليوم سنكون معكم في موضوع تطور الفكر الالهي. الاداره ما وصلت الى ما وصلت الى الان من علم مستقل، تخصص مستقل، ماده تدرس في الجامعات، في مراكز التدريب، مرجعيه الكثير منا المستشارين والمدراء والخبراء في حق الاداره والى ذلك، الا عبر مراحل معينه من التطور، فليست وليدة اللحظه. الانسان كما قيل منذ خلق او وجد على هذه الارض وهو يمارس الاداره. في الحياه الاولى كما قال قبل 10,000 سنه الانسان ما كان فيش مسائل الحياه ولا وسائل الاعيش متاعها، كان يمارس الاداره وان لم يكن تكون مكتوبه في سبيل انه كيف يحافظ على بقائه وعلى وجوده على هذه الحياه. كيف ياكل، كيف يشرب، كيف يصطاد، كيف يلبس، كيف ينام، كيف واضح وهكذا. فقيل انه في العصر الجديد اول تطور الاداره او ظهور الاداره مفاهيمها الاوليه في عصر الجديد الاول عندما حصل ما يسمى كان في عصر الديناصورات، عندما انقرضت هذه الديناصورات ظهرت بعد حيوانات صغيره بريه سريعه وخفيفه وعندها قدره على الحركه. بدا الانسان هنا يعيد ينتقل الى مرحله جديده، كيف يحاول ان يحافظ على بقاء بعد ان كان في مرحله سابقه قد غيرت هذه المرحله. فكر بادوات الصيد، فكر بادوات ماذا الانقاص، الادوات وما الى ذلك. واضح؟ بعدين جاء عصر الزراعه. هنا الان دخل الانسان مرحله جديده يحتاج انه كيف يتعايش مع هذا الاسلوب الجديد، كيف يوقف الزراعه، كيف ياكل، كيف يشرب وما الى اخره. كل ما يقوم به هو مفاهيم اداريه وكل اداره فيه تخطيط، فيه تنظيم، وان لم يكن مدرك وان لم يكن مكتوب بحكم وسائل الرسائل في تلك الفتره تقليديه مش متاحه. واضح؟ ثم جاء بعدها استطاع علماء الاداره وخبراء في مجال الاداره ان يحددوا تطور الفكر الالهي في ثلاث مراحل. هذه ثلاث المراحل هي الفكر الاداري القديم، ثم الفكر الاداري الاسلامي، ثم الفكر الاداري في العصر الحديث. وهناك من يضيف الاتجاه في المعاصر الاداري رغم ان تدخل ظروف تطور الفكر الاداري في العصر الحديث هي نفسها. اللهم اني في مفاهيم او في افكار اداريه حديثه ظهرت مثل الاداره الاستراتيجيه، اداره الجوده الشامله، الاداره الالكترونيه، اعاده الهندسه وما الى ذلك. الاتجاه الاداري ما ناخذ شهاده القياده الفكريه المعاصر سنفصل على ثلاث المراحل لنعرف كيف تطور الفكر الاداري من خلال ثلاث المراحل. طيب في الفكر الاداري القديم برايكم انتم كيف يمكن ان نتلمس وجود ممارسه تطبيق للمفاهيم والافكار الاداريه في العصر القديم؟ ماذا نعني اولا بالعصر القديم؟ ايوه ها بمعنى الحضاره القديمه، الحضاره القديمه اللي جت قبل الاسلام قبل اكثر من 5,000 سنه كما يقال. واضح؟ هذه الحضارات منها البابليين، السومريين، الفرعونية، وايضا الحضاره اليونانيه اللي جذورها ضاربه في اعماق التاريخ، هذه فيها من المشاهد والاثار ما يدل على انه كان هناك اليونانيين عظماء فليمارسوا فعلا الفكر الاداري في انصع صوره. واضح؟ طيب هذا فيما يتعلق بالفكر الاداري القديم. الفكر الاداري الاسلامي ماذا نعني به؟ عصر الخلفاء هذا مرحلة. أولا أحد الدول الإسلامية اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أول مرحلة. بعدين الخلفاء، بعد الخلفاء الدولة العباسية. أيوه أنا شيء تسلسل إداري الدول الإسلامية وين عندي فكرة؟ أحد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء يليه من؟ العباسية قبل الأمويين. الأمويين من الأمويين قبل العباسيين؟ الأمويين بعدين؟ بعد العباسيين بعد الممالك. متى جاءت العثمانيه؟ العثمانيين بعد بعد الممالك. ايوه كم استمرت تقريبا الدوله العثمانيه زهال في 500 سنه ولا زيد، صح ولا لا؟ اكثر من 500 سنه 59 ها؟ 59 ايش؟ سنة أكثر من 500 سنة، أكثر من 5 قرون، أكثر من 5 قرون وين رايح؟ نص الصفر، نص الصفر، 50 50 كيلو
أو يمكن 559. طيب إذا يا أخوة المتتبع لمرحلة نشأة الدولة الإسلامية كيف بدأت وكيف أصبحت إلى أن أصبحت من كما يقال من أندلسيا شمالا أو غربا إلى الصين شرقا توسع. هذا التوسع ما كانش يعني كان نتيجة أيضا ظهور تطبيق مفاهيم إدارية وأفكار إدارية سنتعرف عليها إن شاء الله في تيتين. بعدين الفكرة الإدارية الحديث حدث لخص في ثلاث مدارس أو ثلاث نظريات اللي هي الكلاسيكية السلوكية الحديثة المدرسة الحديثة. الكلاسيكية فيها مجموعة من النظريات ركز على ثلاث نظريات: النظرية البيروقراطية أو قبلها النظرية الإدارة العلمية، ثم نظرية مبادئ الإدارة، ثم النظرية البيروقراطية. نأتي إلى السلوكية نركز فيها على نظريتين: نظرية ألتون مايو اللي هي حركة العلاقات الإنسانية، ثم نظرية التنظيمات الإدارية. واضح؟ ثم بعد ذلك النظرية البيروقراطية. بعد أن نأخذ اللي هي الفكر الإداري العصر الحديث أو المدارس الحديثة اللي الموقفية، المدرسة الموقفية، المدرسة أو الإدارة بالأهداف، نظرية النظم، أيضا المدرسة الكمية، وسنتعرف عليها. طيب في العصر الإداري القديم نبدأ بأول حضارة من هذه الحضارات التي تؤكد على وجود فكر إداري في العصر القديم. أول حضارة السومرية كما يقال نشأت قبل 5000 سنة. من المفاهيم الإدارية التي تجلت في هذه الحضارة الرقابة من قبل كهنة المعابد لجمع الضرائب. في تلك الحضارة كان الكهنة هم اللي تولوا ماذا؟ جمع ماذا؟ الضرائب. ولذلك سارت مرحلة أصبح بها الكهنة في فرحات رفع عشر من كثرة جمع الأموال. واضح؟ أيضا نتيجة ذلك عملوا عكسية المعلومات والبيانات البالية في المعابد، ثم عملوا على تحديد نطاق الإشراف والرقابة على ممتلكات اللي ما بقي معها. إذا نطاق الإشراف مفهوم إداري، الرقابة مفهوم إداري. أيضا تسجيل المعلومات والبيانات المالية هذه كلها مفاهيم ماذا؟ إداري. أنت لما تقرأها بتلاحظ إذا بس يهمني إيش المفاهيم الإدارية الموجودة في كل حضارة. ما إحناش ننظر لها المنظور تاريخي وندرس تفاصيلها وكذا، لا. ندرسها المنظور الإداري، ما هي المفاهيم والأفكار الإدارية التي كانت أو سارت في تلك المرحلة. طيب البابليون طبعا السومرية والحضارة السومرية والبابليات كلها نشأت العراق بالرافدين العراق. البابليون اسمع درسنا في التاريخ في مراحل الدراسة المختلفة في المدرسة عن قوانين حامورابي والتي من خلالها أسس قوانين كما يقال هنا ايوه قوانين حتى ادنى يقول قوانين الملكيه العامه، قوانين الملكيه الشخصيه، قوانين نمو العمل، قوانين التجاره والاعمال. فيها حدد الحد الادنى للاجور بالمكاييل. قال في هذه النقطه العامل الذي يعمل سنه اعطوه 8 مكاييل من القمح، 8 مكاييل من القمح. يعني شوف حدد الحد الادنى. الان الآن في المنظمة المعاصرة عندنا حاجة اسمها هيكل الأجور، في حد أدنى للأجر وفي حد أعلى. واضح؟ إذا أول من حدد الحد الأدنى للأجر هو حامورابي في القوانين. أيضا تسيير بيانات المعلومة التجارية قال أن شوف مبدأ المسؤولية لا يعتبر مبدأ إداري مهم، مبدأ تحمل المسؤولية. قال أن المسؤولية لا تفوض، وضرب مثال على المرأة المبدعة. كانت المرأة المبدعة في عهد حامورابي التي يعهد إليها بوضع طفل معين، إذا قامت أخذ الطفل وأخذ واحدة امرأة أخرى ترضعها ثم توفي هذا الطفل، يرجع يقطعوا ثدي المرأة اللي كانت السبب في موت هذا الطفل. يعني تشوف قوانين المسؤولية. الشاهد من هذا أنه يسر مبدأ تحمل المسؤولية كمفهوم إداري في ذلك العصر. ثم اعتمد الألواح في عمل التسجيل. ما نقول إحنا يعني كشوفات ولا السجلات. واضح؟ واضح. الحضارة الفرعونية، الحضارة الفرعونية يمكن أن نتلمس من خلال الحضارة الفرعونية العديد من الشواهد التي تدل على وجود فكر إداري في مورس في الحضارة الفرعونية من خلال بناء أهرامات. من يقول لي كيف نلمس وجود فكر إداري أو تطبيق مبادئ إدارية أو نظرية إدارية من خلال بناء أهرامات؟ نعم. إذا الترتيب هذا مبدأ الترتيب يعتبر مبدأ إداري. الأمر الجماعي مفهوم إداري بالحديث يعتبر أحد مفاهيم إدارة القدرة الشاملة. مبدأ العمل الجماعي مفهوم إداري أيضا، يعني لأنه
هذه الأهرامات لم تتم بصفة فردية، أكيد لا شك إن في ناس تم تجميعهم كذا، شعمل روح الطريقة الواحد أو عمل من أيضا التصميم، التصميم كيف؟ تصميم الأشكال يعني. أيوة. هذا إذا أنت قل لي تصميم المنتج وفقا لما يريد الزبون. هندسة، الهندسة. ها؟ تشكيل الهندسة الفرعونية. نعم. مجموعة من المهندسين. يعني إدارة. يعني بمعنى أنه هذه الأهرامات تم عمل تصاميم أولية، مو لما التصاميم تم إنشاء الأهرامات. زي ما قلنا مثلا إدارة الإنتاج، بتأخذ المواصفات المطلوبة في المنتج من إدارة التسويق أو من مدير التسويق أو مختص في التسويق، تعمل على إعادة إخراجها في صيغة تصميم للمنتج بصورة نهائية. واضح؟ كذلك الحاجة بناء الحاجة إذا شفت في التصميمات الأولية ترجمت هذه التصميمات من قبل إدارة الإنتاج إلى الوضع، قد يكون موظف، قد يكون شخص إنسان عامل هو اللي يقوم بهذه الإدارة. واضح؟ وعمليه التنفيذ ايضا. ها باقي لا تنفع الاداريه كيف تتمني مع الموارد البشريه البشريه اللي قام بناء الاهرامات يعني؟ ها؟ كانوا يسوون الموارد البشريه من البشر اللي قام بناء الاهرامات يعني كيف تتمني ادارتهم كيف؟ نعم هذه كانت سجناء استغلال الموارد. استغلال الموارد احسنت. في استغلال الموارد استغلال امثل من اجل ماذا؟ لو كان في هدف استغلال الموارد ما فيش رقابه يا أخوة. عندما نقول مثلاً شواهد تدل على وجود فكر إداري يجب أن يتبادر ذهنك أولاً لممارسة وظائف الإدارة، تخطيط تنظيم توجيه رقابة اتخاذ قرار بكافة مكوناتها. باقي مثلاً التنظيم، التنظيم تحتمي مجموعة من المهام الإدارية، مبدأ المبادئ الإدارية، مبدأ تسلسل السلطة، مبدأ تحمل المسؤولية، مبدأ مبدأ موازنة السلطة والمسؤولية، توازن بين السلطة والمسؤولية، وضع في تقسيم للعمل، في تجميع الموارد المتشابهة تحت تخصص معين، تحت إدارة معينة، بالتخطيط معناها في هدف واضح، بالتوجيه معناها في قيادة، في إشراف، في اتصال واضح، في رقابة معناها في معايير رقابية وهكذا واضح. تخطيط الاستراتيجي بكونتها المختلفة، يعني اللي بني الأهرامات ما أنا عندي فكر استراتيجي، مش إنسان عادي، مش حتى التخطيط العادي، ما أنا عندي فكر استراتيجي يعني مفهوم أوسع وأشمل مفهوم هذا التخطيط يعني غير استراتيجي. طيب أيضا التخصص وتقسيم العمل بناء هذه الأهرامات تشييدها لن يتم جزاءً كل واحد اشتغل من غدا، ولا فلان وفلان عليهم نقل فلان وفلان عليهم نقل مثلا التربة، فلان وفلان عليهم عملية الحفر وهكذا. تخصص تقسيم عمل واضح. ايضا نظام الاداره المحليه من خلال مقاطعات وتعيين، يعني الدوله الفرعونيه كان عندها مقاطعات وعندها امارات معينه، في كل اماره يعينها اللي عليها، هذا يعني معناها في نظام الاداره اللامركزيه، نظام يسمى الاداره اللامركزيه وليش؟ حكم واسع الصلاحيات وكذا. نعم. طيب ناتي الى الحضاره اليمنيه. الحضارة اليمنية قامت فيها ثلاث دول، دولة نعيم، دولة سبأ، ودولة نالا حمية. المتأمل في اليمن قاطبة في كثير من المناطق اليمنية، لا تكاد تخرج محافظة من المحافظات إلا وفيها من الشواهد والمعالم الأثرية التي تدل على وجود حضارة وعلى وجود بلدات سابقة في هذه في هذا ماذا؟ المكان. وهذه الآثار تبرز أو تبرز عظمة الإنسان اليمني وعلو شأنه ومكانه عبر التاريخ وصاحب التاريخ صاحب ماذا؟ حضارة. والشواهد التي تدل على وجود فكر إداري ما كتبوا شو كتاب، لأنه ما كان فيش كتاب ولا مؤرخين ولا مؤلفين، استطاع أن يتلمسها من خلال الآثار التي خلفتها تلك الحضارة. في اللائحة مثلا في الحضارة اليمنية، مو الآثار التي خلفتها الحضارة حتى نستشف من خلالها وجود فكر إداري. سدود هذا واحد من إرث الحضارة، معبد المتغير الزراعي، أحسنتي، معبد الملكة الصهارق مثلا زي صهارق عزن. أيوه معبد الملكة سبأ. معبد الملكة سبأ اليمنيين أول من أسس التاريخ. تقول لي بعض الشواهد، نقول الشواهد معنا في اليمنيين. هذا إدارة اسمها إدارة البريد. إدارة؟ إدارة البريد. أيوه أول دولة تعمل إدارة بريد. نعم. إدارة مواصلات ما بين الدول. أحسن. أيضا من الشواهد شو حضرت؟ القلاع، الحصون، عندك مثلاً قاعة الطائرة، هذا أحد الشواهد تدل على وجود حضارة وعلى وجود شكل إداري في أهل الحضارة اليمنية. طيب أيضاً اللامركزية التي تسع رقعة الدولة اليمنية، مش قادر واحد يحكم ولا يس